السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثانية، محاضرتنا لمادة تطبيقات الحاسوب تكمل ما تم شرحه في المختبر. اليوم سوف نتناول بعض إعازات ماتلاب. دعنا نتذكر بعض الأمور. إحنا لدينا هنا نافذة الكوماند ويندو، هذه النافذة التي يجب يكون التركيز عليها، وهنا تكتب الأوامر. وكما أسلفنا سابقا أن هنا هذه تعني FX وعلامة الأكبر مرتين هي معناتها بداية سطر جديد. إذن نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة بعض الأمور المهمة اللي هي الورك سبيس وإلى آخره من نافذة ماتلاب. الآن سوف نتطرق بعض الأمور الأخرى. هنا في ماتلاب لا داعي للتعريف المتغيرات مسبقا أنها انتجر أو فلوت أو إلى آخره من هذه الأمور، هنا نتعامل معها بصورة مباشرة. وأيضا ممكن أن نقول أن أي متغير داخل برنامج ماتلاب ممكن أن يكون نتعامل معه بشكل مصفوفات. إذن نحن ممكن أن نقول أن المتغير A مثلا، هذا المتغير يساوينا 1، وبالضغط على زر أنتر وقال أن هذا المتغير اسمه A يساوينا قيمته 1. وأيضا في بعض الأحيان إذا كان لدينا هذا المتغير قيمة ثابتة اللي هي A يساوينا 1، ممكن لا داعي لنرى هذه النتيجة، لا داعي أن نراها، ممكن أن نتغاضى عن هذا الأمر. كيف؟ لنقول مثلا A يساوينا 1، نضع فارزة منقوطة في هذه العملية لا نرى النتيجة. إذا وضعنا فارزة منقوطة بعد نهاية الأمر لا داعي أن تظهر لنا النتيجة كما هنا في السابق. نلاحظ نضغط على Enter، شوف أوتوماتيكيا أن A متغير A هو قيمته 1، فلا داعي أن ينزل سطر لأنه نعرف قيمته. هذا أردنا أن نعرف قيمته. على سبيل المثال لو أردنا أن نقول مثلا 5 + 4 = 9، فإذا كتبنا فارزة منقوطة لا نرى النتيجة في هذه العملية. هنا الكوما المنقوطة أصبحت مضرة في هذه الحالة. ليش؟ لأنه لا نعرف النتيجة، إحنا نريد أن نعرف 5 + 4 كم، ولهذا نحن نختار 5 + 4 وبدون أن نضع كما، ندوس أنتر يطلع لنا النتيجة أنسر تساوي لنا 9. بهذه الطريقة تعلمنا كيف نعرف المتغير أو ندخل القيم الثابتة للمتغير ما أو عملية جمع أو طرح أو ضرب. ماتلاب سهل جدا بالتعامل. أيضا ممكن أن نعرف مصفوفة ذات بعد واحد، فتكون A وليس A، فتكون مصفوفة F تساوي لنا. لكي نعرف مصفوفة أو مجموعة من القيم داخل ماتلاب يجب أن يكون تحت قوسين مربعين، هاتين القوسين التي هما حرف الدال والجيم الموجودة في الكيبورد فوق الأنتر، فوق زر الأنتر حرف الدال والجيم. هنا ممكن أن نعرف مصفوفة، فالمصفوفة هذه تتكون من مجموعة من القيم، فتكون هالمصفوفة 4 5 3 9 1. لو تلاحظ بين رقم ورقم وضعت فراغ، هذا يدل على أنه هذا عنصر آخر. هذا تكون هذه مصفوفة من 5 عناصر، 4 و5 و3 و9 و1، وبين رقم ورقم سوف يكون هنالك فراغ. وممكن أن نضع، بدل ما أن نضع فراغ ممكن أن نضع فارزة اعتيادية بين رقم ورقم أيضا ذات نفس المعنى،
إذا وضعنا بين رقم رقم فارجة أو خلينا وضعنا space أو فراغ بين رقم رقم تعني نفس الشيء. ونضغط على enter أصبح لدينا المصفوفة F هي عبارة عن 4 و 5 و 3 و 9 و 1 هي عبارة عن 5 عناصر ذات بعد يوم واحد. هذه المصفوفة هي عبارة عن صف واحد وخمس أعمدة، ليس كذلك؟ صف واحد وخمس أعمدة. إذن بهذه الطريقة نحن عرفنا مصفوفة ذات بعد واحد عبارة عن واحد في خمسة. إذا المصفوفة واحد في خمسة. طيب أيضا نحن ممكن أن نستدعي أي رقم من هذه الأرقام، أي رقم من هذه الأرقام، وذلك بتسلسله. مثلا هذا الرقم أربعة، ما هو تسلسله في هذه المصفوفة؟ تسلسله رقم واحد. هذا رقم أربعة تابع لأي مصفوفة؟ تحت اسم تابع لمصفوفة F. مصفوفة F العنصر الأول لمصفوفة F. كيف نستدعي هذا العنصر؟ كيف أن ناديه أو نستدعيه؟ نقول مصفوفة F، هذا حرف F، ونفتح قوس، ما هو تسلسل هذا العنصر؟ رقم الأول، فنقول واحد. إذن بهذه الطريقة مجرد أن استدعينا من خلال القوس قوسين ما بين القوسين بمعنى استدعاء لمن؟ لمصفوفة F. هذه المصفوفة F العنصر الأول هو أربعة، أقول استدعي العنصر الأول، بالضغط على Enter قال الإجابة رقم أربعة، إذن هو العنصر الأول. هذا العنصر عنصر الرابع، ليس تسلسله كم؟ رابع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن هو رابع عنصر. عند استدعائه F بين قوسين أربعة نضغط Enter استدعى لي رقم تسعة. إذن نحن عرفنا كيف أن نستدعي عنصر داخل المصفوفة. وأيضا هذه المصفوفة هناك طريقة ثانية لاستدعاء هذا العنصر. كيف؟ مثلا على سبيل هذا العنصر، هذا العنصر ما هو تسلسله بالمصفوفة؟ قبل قليل نقول تسلسله الرابع. الآن لو نتعامل معها كصف وعمود، يا صف صف الأول، يا عمود عمود الرابع. هذا صف الأول صح؟ يا عمود واحد اثنين ثالث رابع، قلنا لكم نتعامل معها بشكل مصفوفات. إذا لو قلنا F الصف الأول فارزة اعتيادية مع عمود الرابع، سد القوس تطلع النتيجة تسعة أيضا. لماذا استدعينا الصف الأول عمود الرابع؟ أيضا تظهر نتيجة الجواب تسعة لو أردنا أن نعرض أو نستدعي هذا العنصر. وأي عنصر آخر ممكن أنت أن تحاول استدعاء أي رقم داخل هذه المصفوفة. إذن بهذه الطريقة نحن عرفنا مصفوفة ذات بعد واحد يعني بصف واحد وعدة أعمدة، أو عدة أعمدة بصف واحد. بهذه الطريقة نحن عرفنا مصفوفة ذات صف واحد مع عدة أعمدة. أحدكم يقول نريد أن أستعرض مصفوفة بعمود واحد ولكن بعدة صفوف، كيف؟ فنقول مصفوفة G تساوي افتح قوسين مجموعة لدلالة أنه هنالك مصفوفة من عناصر. ماذا نريد؟ نريد هنالك عدة صفوف وعمود واحد. نقول ثلاثة إذا وضعنا فارزة منقوطة، خمسة فارزة منقوطة، اثنين فارزة منقوطة، سبعة فارزة منقوطة، واحد فارزة منقوطة، ثمانية. ونلاحظ هنا عنصر عنصران ثلاثة أربعة خمسة ستة، إن هنالك ست عناصر. هذا يدل على هنالك أنه ست صفوف. لماذا؟ لأن وضعنا بين الرقم ورقم فارزة منقوطة. قبل قليل كنا نضع
فارزة اعتيادية. الآن فارزة منقوطة يدل على أن هنالك عدة صفر. نلاحظ، شوف قبل شوية كان لاحظنا F عند تطبيقها، نلاحظ هنا عند تطبيقها أصبحت بصف واحد ومجموعة أعمدة. هنا موضعنا فارزة منقوطة أظهرت بعدة صفوف وعمود واحد عند استدعاء العنصر 7. نقول G، ماذا هو تسلسله؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، أو الصف الرابع عمود الأول، صف الرابع عمود الأول، أو العنصر الرابع، نفس النتيجة. إذن تعرفنا على مصفوفة كيف يمكن إدخال قيم كأعمدة وكصفوف وكقيمة ثابتة. بعد كم قال نريد أن ندخل مصفوفة عبارة عن 3 × 4، يعني ذات بعدين، يعني هنالك مثلا 4 صفوف و3 أعمدة، 4 صفوف و3 أعمدة. مثلا هذه المصفوفة صف، صفان، 3، 4 صفوف و5 أعمدة، ممكن 5 أعمدة، 4 أعمدة، 3 أعمدة، لا يعني لا مشكلة. فأقول y تساوي لنا، نفتح قوسين مربعين يدل على أنها مصفوفة، نكتب أول شيء الصف الأول، نكتب الصف الأول 16 2 3 13 0 بدون فارزة منقوطة أو فارزة منقوطة تخلي أو فراغ، هذا يدل على أنه صف الأول أو سطر الأول. نضع فارزة منقوطة، هذا يدل على أني سأبدأ بالصف الثاني، لأن يعني هنا كتبت الصف الأول، أسرح سوف أكتب الصف الثاني، الصف الثاني. من أضع فارزة منقوطة معناته بدأت بالصف الثاني، الصف الثاني 5 11 10 8 0، انتهى السطر، حط فارزة منقوطة، أبدأ بالسطر الثالث اللي هو 9 7 7 6 12 0، انتهينا، حذف فارزة منقوطة، السطر الأخير هذا 4 14 15 1 17، انتهينا. إذن يجب أن ننتهي بقوس. يجب أنت أن تنتبه عند كتابة مصفوفة مربعة مثل هذه القيمة، مصفوفة مربعة عبارة عن أو 4 × 5 أو 5 × 5، يجب عدد الأعمدة متساوي في كل صف. نضغط على Enter، نلاحظ المصفوفة تكونت لنا بالصيغة التالية، عبارة عن 4 صفوف و5 أعمدة مشابهة لهذه المصفوفة، مشابهة لهذه المصفوفة. لو أردنا أن نستدعي الرقم 17، هذا الرقم 17 ماذا هو تسلسله في هذه المصفوفة؟ نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إذن وكنا y 20 سوف يظهر لي الرقم 17، عندي رقم 17 y 20 17. إذن y هذا عبارة عن تسلسله 20. عند التسلسل في مصفوفة ذات بعدين يجب أن تبدأ عمود عمود وليس صف صف، يعني مثلا 1 2 3، هذا تسلسله الأول، هذا تسلسله الثاني، هذا تسلسله الثالث، هذا تسلسله الرابع، هذا الخامس، هذا السادس، هذا السابع، هذا الثامن، هذا التاسع، هذا العاشر، هذا الـ11، هذا الـ12، هذا تسلسله هكذا عمود عمود.
زين. أما إذا أردنا أن نستدعي قيمة 17 بطريقة أخرى ليس بتسلسل، إنما بصف وعمود، بصف وعمود، هذا يا صف، صف الرابع، 17 هو صف الرابع. إذن الصف الرابع فارز أي عمود؟ هو الثاني، ثالث، رابع، خامس. إذن عمود الخامس بهذه الصورة، صف الرابع عمود الخامس سوف يظهر لي رقم 17. أردنا استدعاء هذا العنصر، هذا التسلسل كم؟ 1 2 3 4 5 6. نقول y في 6، رقم 6. أو هذا واسطة كم؟ 11. أو السطر الثاني عمود الثاني. إذا لو كنا y ثاني نفس النتيجة، نفس النتيجة بهذا الاسم. أو أحدكم أراد أن يستبدل رقم 6، استبدله بالرقم، نضع رقم جديد له مثلا 99، ها 6 بدله ب 99. كيف تكون عملية التعويض؟ نأتي، ما هو تسلسله؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تسلسله 11. إذا نحن نقول y بين قوسين 11 اللي هو جواب 6 يساوي لنا 99. لاحظ، استبدل برقم 99، استبدل بالرقم 99، استبدل لرقم 11 بصفر. ما هو تسلسله؟ الصف الثاني عمود الثاني، أو 1 2 3 4 5 6. إما نقول y 6 يساوي لنا صفر، أو الصف الثاني عمود الثاني يساوي لنا صفر. إذا نقول y صف الثاني عمود الثاني، نلاحظ تغيرت القيمة إلى صفر. بهذه الطريقة نحن أيضا ممكن أن نعوض عن قيم أو نستبدل قيم بهذه الطريقة. طيب، نأخذ أيضا إعاد جديد ألا هو الترانسبوز. هذا ترانسبوز، ترانسبوز يكتب بصيغة كوتيشن وليس يكتب بصيغة ترانسبوز. مثلا ماذا يكتب ترانسبوز؟ ترانسبوز هو عبارة عن يقلب صف عمود والعمود صف. مثلا هاي مصفوفة y، مصفوفة y لو وضعنا لها ترانسبوز اللي هو حرف الطاء قرب الانتر، حرف المجاور لزر الانتر، حرف الطاء زين، بدون شفت وبدون كل شيء، بس مجرد بالضغط على هذه. بهذه العملية سوف يقلب السطر عمود والعمود سطر. شوف، نلاحظ 16 كانت وخمسة تسعة أربعة كانت عبارة عن عمود أصبح سطر. 2 0 7 14 2 0 7 14 وهكذا. بهذه الصورة احنا قلبنا صف عمود العمود صف. عندنا إعاز كولون، إعاز كولون هذا معناته يبدأ بقيمة وينتهي بقيمة مثلا لو كان عندنا مصفوفة إج وردنا أن نكتب أرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أما كتبناها لو كانت 100، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إلى 100، عملية طويلة عملية إدخالها بالكيبورد، عملية طويلة. لو ضغطنا على إنتر شوف أعد لك من 1 إلى 10. بينما أكو طريقة أخرى أسهل، خلينا نقول تي تساوي لنا بين قوسين، أجي أكتب أقول من 1 إلى 10 بدل ما أكتب 1 2 3 4 5 6 7 طويل العد، أكتب له من 1 إلى 10. هذا علامة الكولون، النقطتين الواحدة فوق الأخرى التي هي الحرف الكاف على الكيبورد، حرف الكاف.
بالضغط على زر Shift مع حرف الكاف تظهر علامة الكولون. هذا بمعنى من رقم 1 إلى رقم 10 تسلسليا. نلاحظ بالضغط على زر Enter سوف يظهر إلى 10. تي تساوي من 1 إلى 10. أحدكم قال أنا أريد أن بدل ما أقول 1 2 3 4 أقول 1 3 5 7 أعداد فردية بين الواحد والعشرة. أريد أن أذكر الأعداد الفردية بين الواحد والعشرة. طيب بي تساوي لنا أفتح قوس مجموعة للمصفوفة قل من 1 كولون كولون مرة ثانية أكتب 10. 1 كولون أضع فراغ 10. بهذا الفراغ أنا أريد أن أمشي بأعداد 2 2 يعني على كل 1 3 5 7 إذا من 1 3 2 بين 5 و 7 2 بين 7 وال 9 2 إذا أضع هنا 2 بمعنى سوف يمشي 2 2 إذا هذا الانطلاق رقم الأول هذا النهاية وهذا القفز الخطوات القفز بين رقم ورقم. نضغط على Enter نلاحظ مصفوفة ب 1 3 5 7 9 أعطتنا الأرقام الفردية بين الواحد والعشرة. أحدكم قال أرقام زوجية ما مشكلة دي تساوي لنا بين من ومن بين الواحد والعشرة. أرقام الزوجية بين الواحد والعشرة أقول بماذا ينطلق؟ ينطلق بالصفر كولون اثنين اثنين أين ينتهي؟ ينتهي عند العاشرة. أعطى قوس مربع انهيه ودوس بضغط على Enter شوف تلاحظ صفر اثنين أربعة ستة ثمانية عشر أعداد زوجية أعداد زوجية. إذا استفدنا من إعاز كولون أولا يكتب لنا أرقام تسلسلية مثلا عندك أغلق اكتب لي بالماتلاب من واحد إلى ألف داخل مصفوفة عم تكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طويلة زين عم تكتبهم بينما تكتب أو يساوي لنا بين قوسين واحد إلى ألف دوس أنتر عم عندك من واحد إلى ألف عرف لك المصفوفة من واحد إلى ألف كما تلاحظ هنا زين. فبهذه الطريقة أنت ممكن أن تستفاد من هذه العملية بعملية الكتابة المختصرة. طيب لو كنا قبل قليل المصفوفة لقد عرفنا المصفوفة واي المصفوفة واي هذه خلينا نمسح الشاشة. إذا المصفوفة واي نلاحظ على هذه المصفوفة عبارة عن مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة تلاحظ صف صفين ثلاثة أربعة عمود عمودين ثلاثة أربعة خمسة نريد أن نغير هذه المصفوفة من ذات بعدين إلى بعد واحد باستخدام إعاز كولون. كيف؟ نكتب y بين قوسين كولون أسد القوس. بهذه العملية سوف أغير المصفوفة y من ذات بعدين اللي هي عبارة عن مجموعة من الصفوف ومجموعة من إلى صف واحد وعمود أو عمود واحد. لاحظ بضغط على Enter أصبحت المصفوفة هذه عبارة نفس العناصر ولكن عبارة عن عمود واحد ومجموعة من الصفوف. كيف بدأ؟ يبدأ 16 5 9 4 2 0 7 عمود عمود 16 5 9 4 بعدين 2 0 7 14 2 0 7 14 إذن خلص عمود الأول ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث ثم العمود الرابع ثم العمود الخامس. بهذه الطريقة غيرنا المصفوفة من ذات بعدين إلى بعد واحد. هذه أيضا أحد فوائد إعاز كولون.
زين، ممكن أيضا أن نستفاد من يعز كولون، مثلا عرفنا مصفوفة R تساوي لنا إلى 20، ولكن يمشي مثلا 4 4 4 4، بضغط على زر أنتر 1 5 9 13 13، الفرق بين رقم ورقم هو 4 4، وممكن أن تعمل 6 6 8 8 10 10، لك الحرية المطلقة. هذا إعاز كولون، أكو هنالك إعاز آخر مشابه له. هنا في هذا إعاز كولون أنت تحدد البداية والنهاية والخطوة القفز، ولكن إعاز آخر اسمه line space. line space هذا الإعاز يفرق عن إعاز كولون، هو نفس العمل ولكن يفرق بماذا؟ مثلا أقول لك أنا الرقم بين 21، اكتب لي 5 أرقام محصورة بين 21، أكتب line space أكتب بين 1 وفارزة 20، كم عنصر أريد بين 21؟ أريد 5 عناصر، بغض النظر عن أريد أقسمهم إلى 5 تقسيمات، بضغط على زر أنتر، شوف تلاحظ العنصر الأول، العنصر الثاني، العنصر الثالث، العنصر الرابع، العنصر الخامس، محصورة بين 1 و20. شوف وتلاحظ يقول لك من عمود الأول إلى الثالث، ومن عمود الرابع إلى الخامس، إذن هنالك 5 عناصر. إذن line space ممكن أن نستفاد منه بهذه الصورة. طيب إذا كتبنا line space وبدون ذكر 5، قلنا من 1 إلى 20، وضغطنا انتر، سوف تلاحظ 100 عنصر، يقسم لك إياها إلى 100 عنصر. في حالة أنت كتبت line space بصورة مباشرة، وتلاحظ line space كتبت بين 1 و20، هو سوف يقسم لكم إلى 100 قسم. شوف السطر الأول أو العمود الأول، ونلاحظ بالنهاية العمود 100 اللي هو 20، أوتوماتيكيا بين 1 و20. طيب بعد ما تعرفنا على المصفوفات وتعرفنا على بعض هذه العناصر، نرجع إلى مصفوفة Y. هذه مصفوفة Y، نريد أن نستدعي عمود، هذا العمود الأول أو هذا الصف، أريد استدعي فقط هذا الصف. هذا الصف لاستدعائه كل Y، علامة الاستدعاء قلنا القوسين، هذا بيصف الصف الأول، صح؟ الصف الأول، إذا أذكر هنا الصف الأول، يا عمود جميع الأعمدة، هذا العمود الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لنقول جميع الأعمدة أكتب كولون. بهذه العبارة أنا استدعيت الصف الأول جميع الأعمدة. شوف تلاحظ هنا ذكرت من المصفوفة. أحدكم يقول أريد أن أذكر فقط القيم، هذه القيم الثلاثة 16 و2 و3، السطر الأول، العمود الأول والثاني والثالث. طبعا ممكن Y إعاز الاستدعاء، يا قيم يصف صف الأول، طيب يا عمود الأول والثاني والثالث، أكتب بين قوسين من الأول إلى الثالث، هذه يدل على الصف وهذه تدل على الأعمدة، الصف الأول والعمود من الأول إلى الثالث، نضغط أنتر، نضغط أنتر، تدعالي 16 و2 و3 من المصفوفة السابقة التي هي Y، نلاحظ Y 16 و2 و3. إذا أردنا أن نستدعي 0 10 7 99، أردنا هذا هاتين
هاتين القيمتين. كيف نستدعيها؟ نستدعيها بالطريقة التالية، نقول y نفتح قوسين هنا يصف يصف الصف الثاني داخل قوس فارزة، صح؟ في الخانة الأولى أريد السطر الثاني والسطر الثالث، أفتح قوسين مربع كل الثاني والثالث، وهنا نريد هذه القيمة وهذه سطر عمود الثاني، هذا عمود الثاني وهذا عمود الثالث، إذن هنا أيضا نكتب عمود الثاني وعمود الثالث وسد قوس المربع وأنهي العملية ويظهر لي 0 10 7 99. أيضا وأي عناصر موجودة في هذه الصفوف هذه المصفوفة ممكن استدعائها بالأسلوب الذي أنت تريده. طيب أحدكم يريد أن يقول أريد أن أختزل هذا العامل، هذا العمود أريد أن ألغيه من مصفوفة Y، أقول فنسمي مصفوفة X جديدة تساوي عبارة عن مصفوفة Y ولكن بدون عمود الأخير، فكل X تساوي يا مصفوفة Y استدعي من المصفوفة Y كل الصفوف فارزة. إذن هنا نحن نريد جميع هذه الصفوف ولكن العمود الأخير نريد أن نلغيه، يا عمود عمود الخامس. إذن هنا نكتب من عمود الأول إلى عمود الرابع طريقة، ونلاحظنا كتبنا من عمود الأول إلى عمود الرابع وجميع هذه الصفوف، هذا يدل على جميع الصفوف وعمود الأول والثاني والثالث والرابع. بالضغط على Enter نلاحظ هذه هي المصفوفة X تساوي لنا مصفوفة Y ولكن بالمقارنة شوف هذه مصفوفة Y وهي مصفوفة X ولكن بدون عمود الأخير، وممكن اختزال أي قيمة من هذه القيم أو أي عمود أو أي عنصر من هذه العناصر بهذه الطريقة ممكن اختزالها. أنا إلى هنا أنهي محاضرتي لهذا اليوم، شكرا جزيلا لحسن إصغائكم. إذا كان هنالك أي سؤال أو استفسار ممكن عن خلال المنتدى الذي سوف يكون موجود داخل هذا الكورس في المنصة أو عن خلال المحاضرات العملية ممكن استفسار وسؤال عن أي نقطة غير مفهومة. شكرا جزيلا لكم.